22 أكتوبر 2006، 25 يونيو 2008، ديسمبر 2011، 25 يناير 2013، 8 يونيو 2014. زي الأيام دي كان في حوادث أثرت في حياة ستات كتير: تحرش، اغتصاب، اتهام البنات بأن نزورهم من البيت بيشكل أزمة، ونظرة المجتمع المهينة لينا لمجرد أننا ستات. بسبب كل ده وحاجات تانية كتير اتشكل جوانا وعي بمشاكلنا، مع أن دي مشاكل بتأثر على المجتمع كله. لقينا مشاكلنا أغلبها واحدة، اتجمعنا وقررنا أننا لازم نعمل مبادرة. فكرنا وحددنا رؤية ورسالة وأهداف، وابتدى يضم علينا ستات مشاكلهم ومشاكلنا متشابهة، وابتدينا نضم أصواتهم لأصواتنا، نعمل تجمعات حكي ونتكلم فيها على المشاكل دي وأسبابها والحلول المطروحة ليها، ونسمع لكل وجهات النظر المختلفة بيننا. أكيد هنقابل ناس تعارض، ويمكن نتعرض لتصادم ومناقشات حادة. عشان كده لازم نجمع أهدافنا بشكل واضح ونتحرك كمجموعة مترابطة، حتى لو جزء مننا وقع الباقي هيكمل، لأن في هدف إحنا عاوزين نوصله. قررنا إننا نحدد الأدوات والطرق اللي بنستخدمها في المبادرة، نلاقي طريقة لاكتشاف هوية مشتركة بيننا، نهتم بتوثيق الأحداث، ونقاوم الصعوبات والتحديات بكل الطرق الممكنة، نقدم سبل الدعم المختلفة للستات المعنفات في مجتمعنا، ونرفع مستوى الوعي بالقضايا النسوية، وأخيراً نحاول نقيم شغلنا علشان نقدر نطور من نفسنا في المستقبل، علشان نوصل لمبادرة نقدر نكمل بيها ونوصل رسالتنا، ونقدر نغير من نظرة المجتمع للستات، ونحاول نوقف العنف ضدهم.